معنا الآن سيادة اللواء محمد نور، مساعد وزير الداخلية الأسبق، للتعليق حول كل ما يحدث هذه الأيام. سعادة اللواء، أرحب بك على إكسترا نيوز، وبرأيك لماذا أمنيا كيف يمكن أن تستخدم الجماعات الإرهابية وسائل الإعلام لتحقيق أغراضها على الأرض؟ أهلا بكم بالسادة مشاهدينا الكرام. طبعا كل الشعب المصري حاليا دلوقتي بيشهد ما يحاك لي من مؤامرات غربية فيها كل القوى الإقليمية العريضة زي قطر وتركيا وما خفي كان أعظم طبعا، وإيران وإسرائيل وكل ده، للنيل من إنجازاته. الشعب المصري الوحيد في المنطقة اللي الحمد لله ما خرجش منه حد لاجئ، بالعكس ده بيستقبل لاجئين كل الدول العربية عنده بسعة رحب بسعة صحابة وبكرم ضيافة، ما عملنا لهمش خيام على الحدود، لا اشتغلوا جوه وكسبوا وعملوا. شوف السوريين دلوقتي عاملين ايه. يوم الجزيرة اللي خدت على الاكاذيب، اللي سقطت بغداد باخبار كاذبة عن سقوط المطار وسقوط القوات وسقوط قبلها ب 24 ساعة و 48 ساعة، واشتركت في هز الوجدان المصري في 2011، يعني متخيلة انها ممكن تعيد السيناريو اللي عملته من 8 سنوات. الشعب المصري الايجابية الوحيدة اللي اكتسبها من 2011 انه عالي عنده قوي 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 الحس الامني والحس القومي، وعرف مين حبايبه ومين اللي بيكرهوه. لقى ان الجيش القوات المسلحة المصرية والشرطة بيتلقوا رصاصات الغدر ومواد المتفجرة الغدر نيابة عنه، نعم. هم اللي بيدافعوا كل يوم، في شهداء من القوات المسلحة ومن الشرطة، والناس بتقدم اولادها للكليات العسكرية. تعال شوف موسم التقديم للكليات العسكرية، تلاقي الكلية طالبة 2000 متقدم لها 50,000 و60,000 وبيجروا يعني ست اللواء من ضمن الفرقات. امس الجزيرة ذاتها دخل احد المتصلين، وربما يكون هو يعني تم التنسيق معه سابقا، وقال انه من ضمن الاعتراضات على ما يقول انه نظام مصري وليس دولة مصرية ان ابنه ما دخلش كلية حربية، ده كان اعتراضه. يعني ما احنا فاكرين برضو العناوين اللي كانت ورا مذيعين الجزيرة اول يومين في احداث 25 يناير، معا لاسقاط مصر، وبعدين لما حد نبههم فقالوا معا لاسقاط النظام المصري. طب سقط النظام المصري ودخل الفوضى ودخل المجلس العسكري والجيش سيطر على البلد، ثم ركب الاخوان المجرمين، وده كان الغرض الاساسي من الهجوم على مصر، ان تمكين الاخوان المجرمين من حكم مصر، لان دي ناس جماعه لا تعترف بالاوطان ولا تعترف بتراب الوطن، عندها تراب الوطن على لسان كبيرها مجرد حفنه من التراب العفن، وهم في الحقيقه اللي معفنين، يعني اللي ما محافظش على وطنه وما يحبش وطنه، هو ده الاداه الطيعه في ايد الغرب علشان تقطع منها، زي ما انت عايز تقطع منها نص سيناء لحل المشكله الفلسطينيه على حسابنا، اوكي، تقطع منها حلايب ابو شلاتين، تقطع منها اي حاجه في اي جزء من الوطن. هم ما اعترفوش بالاوطان، هم خدامين الكرسي وبس، نحكم واعملوا اللي انتوا عايزينه. الشعب المصري تنبه لهم بعد سنه واحده بس، خرج عن بكره ابيه في 30 يونيو وظهرات اكثر من 33 مليون، وكلنا نتذكرها من 29 يونيو لغايه 3 يوليو، لغايه ما نادوا باسقاط النظام واسقطوا الاخوان وحكم المرشد وحكم المقطم، واعادوا تاني الشرعيه الوطنيه لابناء الوطن، وتمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من قياده البلاد والخروج بها لزفه الامان. كلنا شايفين المشاريع اللي بتتم كل يوم وكل افتتاحات، في اخر مره الرئيس بيقول انا ما عنديش مواعيد، ما عنديش وقت عشان افتتح مشاريع من اللي تفرح الشعب. مشاريع كل يوم بصفه يوميه بتفتتح في كل حته، مباني بدل العشوائيات في غيط العنب وفي اسكندريه وفي الطراسه وكل حته وفي تل العقارب. طيب انفاق لقناه السويس من تحت الاسماعيليه ومن تحت بورسعيد، طب دي صوبات زراعيه، طب ده اسماك، ده كل حاجه. طب الشعب المصري بدا دلوقتي يكبر، دور مصر الاقليمي بدا يتعظم في المنطقه، بدات مصر تتدخل لحمايه الشعب السوداني، بدات مصر تتدخل لحمايه الشعب الليبي، بدات مصر تقول رايها بصراحه ضد ايران واطماعها في دول الخليج، بدات مصر تقول رايها بصراحه في المشكله السوريه والمشكله اليمنيه. اذا ده مش مطلوب. اضف الى ذلك اللي الناس مش واخده بالها منه، ظهور ثروات الغاز والبترول في مياه الإقليمية لشعب مصر،
كل دي أطماع بتخلي الغرب يحاول وكل من يتآمر ضد الشعب المصري أنه يضرب هذا الاستقرار لتحكيم الدور المصري وانكفاء الشعب المصري على مشاكله الداخلية وتركه للقومية العربية يفعلوا فيها ما يشاءون. مصر يا سيد الفاضل تدفع ثمن عروبتها وثمن تصديها للمشاريع القومية العربية. نعم سيادة اللواء، دائما سيادة الرئيس والمؤسسات في مصر تحذر أو توعي المواطنين حول حروب الجيل الرابع وحروب الجيل الخامس، كيف يمكن توعية أو زيادة الوعي لدى المواطن من خطورة التعامل مع وسائل الإعلام بصورة وسائل الإعلام الحقيقية أو وسائل الإعلام التقليدية على بصورة يعني سلبية، أو حتى التعامل والتعاطي مع وسائل الإلكترونية أو الحسابات الإلكترونية الوهمية، كيف أمنيا كيف يمكن التفرقة، كيف يمكن التمييز بين ما هو حقيقي وبين ما هو مفبرك أو بين ما هو يحاول إرباك العملية السياسية في مصر، إرباك الدولة المصرية أو يحاول إشاعة وإثارة الفوضى في مصر؟ هي دي حروب الجيل الرابع اللي بيتقال عليها، اللي هو التشكيك في المنجزات والتيئيس، نشر روح سلبية لدى المواطنين، تيئيسك من غد أفضل، تيئيسك من جدوى المشاريع القومية العملاقة اللي بتجرى، الكذب في كل شيء، ياخد جزء من خبر صحيح ويبني عليه أخبار كثيرة كاذبة، لكن الشعب زي ما بقول لحضرتك نما عنده الوعي القومي بصورة كبيرة جدا جدا، ما عادش يصدق الكلام دي، وكل دلوقتي بنخش على مواقع الفيسبوك كلها بنلاقي المصريين هم اللي بيردوا على الإشاعات دي كلها، وبدليل يعني فشل قناة الجزيرة في تحريك أي حد ضد المواطنين بالأمس، لدرجة إن هي نفسها لما اختشت على دمها تاني يوم قالت نعتذر للمهنية إن إحنا اتخدعنا وجات لنا فيديوهات وبوستات قديمة من 2011 لأول مرة في حياتها، طبعا هي مغرضة وعارفة هذا الكلام. الأناضول لم تعتذر لغاية دلوقتي لأن هما الاتنين مصلحة واحدة، بقى قناة الجزيرة يعني اللي بتحميها قوات تركية وإيرانية وأمريكية، بتتكلم عن الشعب المصري اللي بتحميه قواته المسلحة الوطنية فقط، طبعا مش ممكن يعني ان الشعب ينخدع بهذا الأمر مرة أخرى، وعندنا مثل بيقول المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. السيد اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية السابق والأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا، وشكرا على هذه المداخلة وعلى هذه التفاصيل.